حديث إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي احتوشته ملائكة العذاب فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءته صلاته فاستنقذته من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه منهم، ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا فجاءه صيام رمضان فسقاه، ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة فجاءته حجته وعمرته فاستخرجه من الظلمة، ورأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره لوالديه فرده عنه، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلة الرحم فقالت إن هذا كان واصيا لرحمه فكلمهم وكلموه وصار معهم، ورأيت رجلا من أمتي يأتي النبيين وهم حلق حلق كلما مر على حلقة طرد فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده فأجلسه إلى جنبي، ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار بيديه عن وجهه فجاءته صدقته فصارت ظلا على رأسه وسترا عن وجهه، ورأيت رجلا من أمتي جاءته زبانية العذاب فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى بها في الدنيا من خشية الله فأخرجته من النار، ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته إلى شماله فجاءه خوفه من الله تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه، ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه فجاءه أفراطه يعني الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل أن يبلغوا فثقلوا ميزانه، ورأيت رجلا من أمتي على شفير جهنم فجاءه وجله من الله تعالى يعني خوفه من الله فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي يرعد كما ترعد السعفة وهي نبت فجاءه حسن ظنه بالله تعالى فسكن رعدته، ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط مرة ويحبو مرة فجاءته صلاته علي فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاز، ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله فأخذت بيده فأدخلته الجنة. هذا الحديث تحدث عنه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بكلام طويل وتتبع ما قيل فيه فقال حاكم عليه ومنكر جدا واضطرب في الرواه سندا ومتنا، قال واتفق الحفاظ المتقدمون ومن سار سيرهم من المتأخرين على استنكاره وتضعيفه، قال وخالف بعض المتأخرين ثم ذكر رحمه الله أن الطبراني رواه، وذكر رحمه الله أسماء الرواه المجروحين الذين دارت عليهم طرق الحديث وهم ثمانية، وبين أن بها من الضعف ما لا يمكن أن ينجبر بعضها ببعض، وقال أما قول أبي موسى المديني هذا حديث حسن جدا فيقول لا يعني أنه حسن بمجموع طرقه وإنما يعني أنه حسن لغة، وهذا استعمال معروف عند بعض الحفاظ كابن عبد البر حتى ولو كان من رواية الوضاعين، ولذلك قال ابن عبد البر في حديث تعلموا العلم فإن تعليمه للناس خشية، قال ابن عبد البر هو حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي، وذكر كلام الأئمة المتقدمين في رواة هذا الحديث إذ بينوا ضعفهم الشديد في هؤلاء الرواه. ثم قال رحمه الله أما قول ابن تيمية رحمه الله وكذا ما قاله تلميذه ابن القيم أن أصول السنة تشهد له فيقول غفر الله لهما فإنهما يعلمان أن الأصول لا تثبت بها الفروع المتنوعة المعاني كهذا الحديث، ولذا قال أقوال الأئمة النقاد أجمعوا على استنكاره، قال فإنهم هم المرجع في هذا الأمر لاختصاصهم به. قلت ولا شك أن بعض تلك الأعمال لها ما يشهد لها من أحاديث أخرى، لكن أن يكون كل هذا الحديث بجميع ما فيه أنه ثابت باعتبار الأصول العامة، فالأصول العامة إنما ورد في بعض جمل هذا الحديث، والله أعلم.